الشيء اللي نجد يحن شرطي فيما تكون لكم في هذا الشيء من قنون مدينة عطار ميدا حديث السير جناح زنق سطاطة ياكلوا العصا شو حل تنسيك واحد شخص حاول انه كان غادي ينزل من السياره شتا سياره الاسعاف سير خويا سير خويا نعم اشري حيد حيد باش ما نصوركش حيد ايه يا صاحبي ايه وحيد كنصور حد يجي السير الحاج تصور فينا تحنا صورتك انت لا تصورت فينا كامل صورت فينا كامل اه وعندي ما صورتكش ما صورتكش كاملين حنايا واش تصور واحد يزاد السي حيدو خويا وحنا طاكسي وما صورتكمش اصاحبي حيدو والله يهديك اصاحبي حيدو حيدو وانا كنتفاداكم نتوما شريف ها انت حيدو خويا من تما ها انت شوف شطك يلا وهانت ودوي معاه هذا يعني. حيد باش ما يصورك وحيد باش ما تصورش علاش نحيد من هنا ولا خدام يلا مرحبا انت كتصور دابا انتم كتشوفوا في قد التراجي كتدخل على الخط ديال هاد الحادثة ديال السير هنا ما بين سيارة وبعيس الدفع وسيارة ديال الخشب طمنا من السيد انه يحيد ما بغاش يحيد نعطيكم تفاصيل الحديث هو ان واحد السياره ديال سياره وبعيد الدفع كان جايه من هذا الاتجاه ودخلت السياره ديال الحجره اللي كان بغي ينزل منها واحد السيد اصيب في انتظار وصول سياره الاسعاف التابعه لجهاز الوقايه المدنيه.